في بعض المدارس يتخذ مكان للصلاة ولا يتمكن أن يكون الإمام يعني مكان مستقل بحيث يكون المصلون خلفه، فيصلي إلى ركن الحجرة مثلا في الصف الأول من جهة اليسار، فيكون عن يساره الجدار وعن يمينه الصف، فما حكم ذلك؟ ما في بأس يصلى عن يمينه أو عن يمينه وشماله فلا بأس، إذا يسر أن يكون وحده هذا هو الأفضل، وإذا ضاق المكان صلى عن يمينه وشماله وخلفه، لكن لا يتقدمون. لا بس هو يصلي عن يمينه ما بس الجدار ما يحرم، يمينه ولا يساره؟ لا عن يساره الصف، لا عن يساره الجدار ولا الصف يعني عن يمينه الصف الأول ما يحرم. نعم.